les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie, puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie, puisque tu demeures avec nous. L'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Song again.
whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Time has come, still my soul will sing your praise unending. Thank you.
سهلا فيكم. كنيستنا منضبطة بقلب القرار الوطني. نتمنى كل اللي بالكنيسة طيلة فترة القداس حطوا الكمامة. أنا وديتها رسالة إذا بتسمحوا، وبيعني لنا هالشي. فرحتنا كبيرة يا رب لأننا واقفين قدام مذبحك تنقبلك بحب وشوق. منقدم لك يا رب قلبنا تيكون مسكن دايم لإلك. انت قلت دعوا الأطفال يأتونا إلي. نحن اليوم هون يا رب قدامك نحتمي بعطف أمك وأمنا. علمنا أنه ننشر فرح كبير من حولنا ونحفظه فينا كل الأيام. ساعدنا يا رب لنكون حاضرين ومستعدين لاستقبالك بقلبنا، لنحس انه نحن اهل لنتناول جسدك الطاهر ودمك الحي. منقدم لك يا رب قداسنا، خلينا دايما مجتمعين حول مذبحك نصلي ونرتل، تتقدسنا وتثبتنا فيك مثل الكرمة والاغصان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح لأن نحتفل بقداس المناولة هذا، وأعطنا أن نسمع كلامك ونحفظه في قلوبنا، وأن نستقبلك في القربان فتسكن أنت فينا ونسكن نحن فيك، ونسير معك ومع الإخوة طريقنا الطويلة. أنت الطريق والحق والحياة، لك التسبيح والتمجيد والإكرام أيها الآب والابن والروح القدس في هذا اليوم المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. لك التسبيح يا أيها الآب المحب الذي منحنا ابنه الوحيد ليظهر سر محبته لنا. لك التمجيد أيها الابن الحبيب الذي أحبنا حتى النهاية باذلا نفسه على الصليب
وأراد أن يبقى حاضراً معنا على دروب الحياة في سر الإفخارستية. لك الشكر أيها الروح القدس الذي يقدس قرابيننا ويفيض حضوره فينا فيعطينا الحياة الحقيقية الصالح الذي يليق به المجد والإكرام في هذا العيد المبارك من الآن وإلى الأبد. أمين. نقدم لك يا رب قلوبنا وقلوب أبنائنا الذين هيئوا أجسادهم وقلوبهم فأصبحت بيضاء بالتوبة والمحبة، وها نحن اليوم يتقدمون من سر جسدك المقدس، وها هم اليوم. امنحنا وإياهم سر عطائك وحياتك وحضورك الدائم معنا، ونطلب منك يا رب أن تشبع الجائعين وتسقي العطشانين إليك، سد عوز المحتاجين، أطعم الفقراء من خيراتك. كن يا رب قوتا لأجسادنا ونفوسنا، وأهلنا جميعا لأن نلتقيك ونتحد بك في ملكوتك السماوي، فنرفع إليك المجد والشكر من الآن وإلى الأبد. لقد قدمنا لك يا إلهنا هذا البخور، اقبل إكراما لك واستغفارا عن أفواتنا، وأعطنا أن نمجدك ونباركك فتصفو قلوبنا وتنفتح فنسمع كلامك ونستقبلك في حياتنا. لك الإكرام والشكران إلى الأبد. قاضي شغله قاضي شغل القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونفضي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. أمين. يا من قلت بالإنجيل قولا حيا للآجيا، أين قلب طاهر ملأ بالوفاء والنقاء
أقرأ من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، لأنني تسلمت من الرب ما قد سلمته إليكم، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ الخبز وشكره، ثم كسره وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك كأس من بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي عهد جديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم. ومع روحك. من جيل ربنا يسوع المسيح قديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنوصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن تكون فيكم الحياة. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق، من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأني أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. حقا والأمان لجميعكم. نشكركم جدا على هاللقاء المصلي، واللي قلناه بأول قداس منقوله هلأ باسم أخوتي الثلاثة الخدام المذبح وأنا. شكرا لأنه عم بتساعدونا نفرح، شكرا للأمات والبيات يلي ربوا هيك عيال مباركة، شكرا للأهل الكبار يلي موجودين.
شكرا لهيدا الوطن الغالي يلي بعده عم بخرج قديسين ببيوتكم. الحمد لله يا رب. كنيستنا بتكبر بإيمانكم، كنيستنا بتكبر بالتزامكم، كنيستنا بتكبر بتواضعكم، بغيرتكم، بمحبتكم. يمكن عندكم مواقف على أشخاص بالكنيسة، يمكن ما بعرف، بس الكنيسة هي أنتو، الكنيسة هي قلبكم. قدي بتحبوا الرب قدي بتكون كنيستنا كبيرة، مش كنيستنا ببلوني. قدي بنكون متواضعين بإصغائنا لكلمته، قدي منعمر بيوتنا ببركة ومحبة. الله يبارككم. بجدد فرحتي اليوم، نحن فرحانين كتير بهاللقاء. هذا كل اللي بدنا نقوله، ما منقول شيء قدام هالولاد الملائكة يلي هن اليوم عم بيقولولنا كل الحب وكل السلام. أمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مولود. فرحانين لأنه رح نتحد فيك لأول مرة. منقدم لك يا رب قرابين هالذبيحة، منقدم شموع النور لحياتنا. كتاب القديس في كل صلوات الآباء القديسين يلي صلوا وعلمونا نصلي. لوازم القداس ونتذكر معه كل يلي حضروا لاحتفال بليق بهاللحظة الغالية. خبز من قمح أرضنا، رمز البركة والخير، منقدم لك معه كل يلي تعبوا بحياتنا لنوصل لهون.
خمر من كرمة أرضنا ومنقدم لك معه كل رفقاتنا اللي عم بيتحضروا اليوم تتكون طعمتنا طيبة بهالعالم. أسامينا ونوايانا رح نكتبها على المذبح تنضل نتذكر إنه هيدا المذبح هو لإلنا واسمنا عليه. الصليب علامة قوتنا ورمز خلاصك والمطرح يلي عليه غفرت وحبيت. عنية كل الحاضرين، كل بيت قدم اليوم ولد صبية شاب ليتقرب منك يا رب أكثر. عنية كل التعب وربه، عنية كل اسم موجود معنا، عنية كل بي يضل عنده القوة يكون بي، عنية كل أم ضل عندها القوة تكون أم بهذا الزمن لو كان صعب. يا رب هالذبيحة اللي هي عنية كل بيت حاضر معنا، أذكر أمامك يا رب جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا بواسطة ابنك الوحيد هذه الوليمة الروحانية، اقبل قربان هذه الذبيحة وامنحنا هبة روحك القدوس. أهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. برعيتنا من أول ما رجعنا فتحنا الكنائس تعودنا نعطي السلام بعيوننا ومنقول كلمة سلام المسيح، بس تعودنا نعمل حركة. ضيوفنا اليوم منقلكم جربوها هالحركة، اللي قاعد قدام يطلع بالوراء ويقول له سلام المسيح، يطلع بيمين ويقول له سلام المسيح، يطلع بعالشمال ويقول له سلام المسيح. بعرف غريبة، نحن ضلينا شهرين تفتنا فيها، واليوم كل أولاد رعيتنا وقت السلام بيطلعوا ببعضهم، صاروا يعرفوا عيون بعضهم، بنبتسم لو مش مبينين بس العيون بتبين انها مبتسمة. في حدا رح يكون عايز اليوم بسمتنا حولنا وياخد، نقول له يقول لي ايه انا عايز حدا يبتسم ويقول لي سلام المسيح. نحن الكهنة منقلكم سلام المسيح لكل الموجودين. سلام المسيح، سلام المسيح، جئنا نعلن السلام، جئنا نعلن فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد
وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا، لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا لك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك القدوس اللهم الآب واهب الحياة، والمبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحدق الكاروبون والسرافون، وبأصوات نقية وألحان بهية يهتفون قائلين. في اليوم الذي قبل آلامه المحيا أخذ الخبز بيديه المقدستين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا منه جميعكم، فهذا هو جسدي الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يكسر ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. كذلك على الكأس الممزوجة خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منه جميعكم، هذا هو دمي، دم العهد الجديد الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يهرق ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. كلما شاركتم في هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا، فلتشمل مراحمك كلها. في لهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجازي بعدل كل إنسان بحسب أعماله، وأن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضاً يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب، فأشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي. ارحمنا يا رب. ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فليجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين.
لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نصلي لك يا رب كرمال كل المسؤولين ببلادنا بالعالم كله، ونصلي لك لحتى تحط حكمتك ونعمتك بقلوبهم وعقولهم حتى يعرفوا يديروا كل شعبك، إن كان قادتنا الروحيين أو العسكريين أو المدنيين. نسألك يا رب. من أجل كل العيال تعيشوا الحب ويعرفوا دايماً أنه كل بيت وكنيسة صغيرة، ومن أجل كل العيال سافر وبعيد عن عائلته، جمعوا رب عيالنا واعطيها القوة تضل وحدتنا مثل ما أنت بتريد. نسألك يا رب. يا رب. من أجل اللي عم يشتغلوا للسلام بالعالم، من أجل كل أم تشتغل بالبيت أو برات البيت، اعطيها القوة تحمل السلام والفرح وتكون هي أساس بيتها وفرح عائلتها. منسألك يا رب. من أجل كل شاب وصبي بهالعالم، عطيهم يتعلموا ويحبوا مثل ما أنت حبيت، ويعرفوا ينتكلوا على نعمتك وبحبك ويغلبوا كل خوف وفشل. نسألك يا رب. منصلي عنية كل يلي سبقونا، خاصة من أم وبي أو إخوة، أكيد أنت حاضن بين إيديك، وعلمنا الرجاء لنعرف ونآمن إنه عندك الحياة الحلوة. نسألك يا رب. قرباناً شهياً قرب عنا، يا ذبيحاً غافراً قرب ذاته لأبي، يا حملاً صار لنفسه حبراً مقرباً، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخوراً فنقربها. أخوتي رح نصلي مع بعضنا البعض. اليوم انتو عم تقدموا ولادكن للرب، شو حلو مع ولادنا نصرخ ونقول له أبانا انت بينا، انت اللي حاضر فينا ومعنا، نشكرك على النعمة اللي عطيتنا اياها من خلال ابنك يسوع. نجتمع كعائلة، كعائلة مسيحية حقيقية، عم ننشد للآب ونشكر الله على نعمه، على نعمة أبنائنا اللي الله عطانا اياها، ومنقول له أبانا الذي في السماء. يأتي مرضك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
أجل أيها رب محب البشر لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك، لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب إلى أمين. أقداس القديسين، تفضلوا. رح نحتفل بالأقداس القديسين. الأولاد ملو معروف يلي قطعوا، أهلهم يروحوا باتجاه هنا ملو معروف. الأولاد يلي كانوا هون وطلعوا، الأهل قوموا عملوا معروف، الحقوا مدام رولا سيلفوبلي. مرسي. من هون عملوا معروف بإيدي، الحقوا مدام رولا عملوا معروف. مرسي. شو رح يصير هلأ؟ هلأ الأقداس القديسين، هلأ الوقت يلي ولادنا رح يحتفلوا بهاللحظة العظيمة. عنا أمنية، عمته وخالته والعرابي وتيتا وجده، أمنية واحدة بس، هني وعم يدق يسوع بتمهم لهالولاد، طلبولن 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 يحبوه كل العمر، طلبولن مثل ما أنتوا تعلقتوا فيه يتعلقوا فيه كل العمر يا رب. هاللحظة الغالية
تشاء ربي أنا ورقة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء ربي أنا ورقة بيضاء ارسم عليها كل ما تشاء. No.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنان يا رحيم يا محبا للبشر. بشكرك يا رب لأنك أعطيتنا أسرار الكنيسة المقدسة. يا نبي خلاص عطيتنا للكنيسة المقدسة، أم بتحب تعليم؟ نشكرك يا رب على سر التوبة اللي بيكشف لنا رضاك ومحبتك وبيردنا بحب كبير لقلب الكنيسة وللعلاقة الحلوة معك، وعلى سر الإفخارستية خلاص لكل إنسان بيتناول جسدك ودمك لحياة ما بتنتهي. نشكرك يا رب على عائلتنا الصغيرة أهل وأخوة، وعائلتنا الجديدة رعيتنا، وعائلتنا الكبيرة الكنيسة بالعالم. نشكرك يا رب على أمك أمنا أم الدنيا وأم الكنيسة مريم العذراء شفيعة كل عائلة. وهن والولاد عم يستعدوا عملوا معروف للرقصة. نحن باسم أهل الأول إرباني بتسمحوا لي أشكر مسؤولة هالجروب مدام جانيت يلي موجودة، مدام أنطوانيت اضطرت تغيب اليوم، مدام رولا، مدام بيجي كمان اليوم من الأربع سيدات معنا، فريق الخدمة، فامين عمان، ميرسي للكورال الحلو، الجوقة الحلوة والترتيل الحلو، فامي برداويل ميرسي على مرافقتنا بالتصوير. الحضور اليوم، حضوركم أهل الأهل كان كتير مميز ومصلي، بس تسمحوا لي كمان أشكر باسمكم ميرسي بير جان بول اليوم حاضر معنا، هو عم أحد الأولاد، وبهذا الاحتفال في شيء غالي على قلبي كتير بدي أقول ميرسي. في كتير بيات مرقوا معنا بالمدرسة، أنا علمتهم كاتيشاز، بس في حدا علمني موجود بالحاضرين في استاذي لما كنت بتروازيام، هلا هو جده سي جورج، خلي لنا اياك وطول عمرك، ربيت اجيال وان شاء الله تضل تربي. سي جورج مغامس حضورك حلو. في شيء حلو كمان بفرح لي قلبي، انه الانفان انفان دونور بعرسه هو بي اليوم موجود معنا كمان، بقى اليوم من هيدا الاحتفال خاص كتير. مرسي لكم. نحن حاضرين نعيد مع هالشبيبه، من بعد دغري رح ننتقل للمكان الساحة الثاني، نطلب من شادي نسكر البواب ورا عملوا معروف. مرسي. جمعنا القوة لما جوع القلب عم بيزيد، شو معنى الكلمة لما تمنع نعمة الله تفيد، شو معنى المحبة لما إيماني مشوه بالخطيئة، شو معنى التقوى لما بخوفي ببقى الضحية، ما فيي ابقى بالخوف من الله اللي صار فيه، بدي عيش بالمخافة اللي وحدة بتعطي الحرية، بدي غير وجه الكون انشفي مع سماوي،
أكيد الزقفة الكبيرة للولاد والزقفة مريتا أبيض، مرسي اللي علمتهم ومرنتهم، مرسي بوكو. السلام لجميعكم. رح نوقف لنعلن ختام هالاحتفال وبداية حياتهم مع الرب يسوع جديدة من بعد عمادهم. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد، أمين.